هنبدأ بأول امتحان. السؤال الأول في صورة كومبيت 81 over 625 يا ترى equals 25 over 9 باور إيه؟ 25 باور كام؟ هتبقى 625 باور 2. طب وال 9 باور 2 برضه عشان تبقى 81، بس هو جايب المالتيبليكيتيف انفيرس يبقى الباور هينزل نيجاتيف 2. دي ايكويشن هنقل 7 بالنيجاتيف فهيبقى نيجاتيف 2x equals 3 minus 7 يعني نيجاتيف 2x equals نيجاتيف 4 divide نيجاتيف 2 هتبقى الx equals 2 وهو ان x belongs to n يبقى اللي هيتحط هنا 2. three power negative one plus four power negative one. انت ممكن تحطها على الكالكوليتر هتطلع معاك الإجابة على طول. لو بدون كالكوليتر three power negative one هتبقى one over three والfour power negative one هتبقى one over four. الدينومينيتورز مختلفين بيتعملوا تايمز يبقى 12 بعدين اعمل كروس 4 تايمز 1 يبقى 4 بلس 3 تايمز 1 3 فتبقى الاجابه 7 اوفر 12 اللي انت كان ممكن تتاكد بالكالكوليتر على طول. 4 0.7 تايمز 0.005 عايزين نحول ده للستاندرد فورم. تمسك الكالكوليتور بتاعك بتدوس على شيفت مود 7 9 الطريقه اللي بنحول بيها لساينتفك واكتب ده الاول هيطلع لك في صوره فراكشن وبعد كده بتحوله يطلع معاك الاجابه هتلاقيه 3.5 عشان لازم يبقى نمبر فروم ايه بقى؟ المفروض يكون from 1 before 10 from 1 before 10 فيبقى 3.5 times 10. طب والباور هيبقى كام؟ هيبقى negative 4. The probability of the certain event. السؤال بيتكرر كتير. probability لcertain event بيبقى 1 والimpossible event بيبقى 0. لاحظ الفرق ما بين الاثنين. هنتأكد من رقم دي باستخدام الكالكوليتر ان احنا بندوس على شيفت مود 7 اللي هي كلمة ساينتفك بندوس على 9 وتكتب النمبر اللي عندك 0.7 تايمز 0.005 equals حولها للساينتفك طلعت 3.5 times 10 power negative 3 يبقى انتوا معاكم حق هنا هيتكتب 3.5 times 10 والباور هيبقى negative 3 ولو حد نسى الطريقه انا قلتها اهي. وبعد ما بتخلص بتقوم جاي دايس على موت و1 عشان ترجع الكالكوليتور لطبيعته. مود و1 خليه تحت عشان لو احتاجناه. نقل للسؤال الثاني. هو الامتحان بيجي لك بالنظام دوت بيبقى سؤال في صوره كومبيت 5 اجزاء وسؤال في صوره تشوز بيبقى 6 اجزاء.
1. The sum of the probabilities for all possible outcomes of a randomic experiment is sum بتاع ال probabilities لازم بيطلع إيه؟ لازم بيطلع 1. 2. 3a equals root 4b. ما root 4 هتبقى 2. يبقى 2b. طب عايزين a over b. عشان اجيب a over b ارجع بالعكس. عايز ال a over b اقوم راجع بالعكس. يبقى ال a over ال b equals ل 2 over 3. تقدر تقول عليه سؤال من الأسئلة التراكمية. تختبر معلوماتك القديمة. ملوش علاقة بالمنهج بتاع السنة دي. عايز A over B أرجع بالعكس يبقى 2 over 3. بحيث لما أعمل كروس يبقى 3 times A ب 3A B times 2 يبقى 2B. يبقى الإجابة 2 over 3. مين في الاختيارات؟ رقم A 2 to 3. ما 2 over 3 اللي هي 2 to 3. negative 2 over 3 all power negative 3. فانت هتجيب المالتيبليكيتيف انفيرس يبقى negative 3 over 2 وتخلي الباور بوزيتيف. تعمل ديستريبيوشن للباور وتحسب هيطلع negative 27 over 8. four. عايزين probability للجير. probability of a gear. وما كم جير؟ عدد الجيرز 15 والtotal 36. يبقى 15 over 36 وهتجيب simplest form هيطلع 5 over 12. the square root لnegative 8 all power 2 plus negative 6 all power 2. تحسب ده 10. طب ما فيش في الاختيارات 10. مين يطلع 10؟ ده modulus negative 10 هيطلع لك الإجابة ب 10. طب ليه يا مستر ما قلتش positive negative 10؟ positive negative 10 لو هي كانت مكتوبة كده positive negative root ساعتها تقول الإجابة positive negative. أو لو كان بالكلام لو كان كاتب square roots of 100 مثلا ساعتها هطلع الاجابه positive negative 10. خلي بالكم من دي ان انتوا لما بتلاقوا positive negative 10 بتجروا عليها حسب السؤال. ما بتحطش positive negative 10 الا لو هو كان كاتب قبل الروت او ما اختصرش وطلب سكوير roots of 100 ساعتها هنزل بالpositive negative. سؤال برضو من الأسئلة التراكمية 10% يعني 10 over 100 of يبقى times وهتحول ده لفراكشن هيبقى 5 over 2 كده تقدر إنك تجيب الإجابة تعملهم times هيطلع quarter. 10% يعني 10 over 100 of times وهتحول الميكسد لفراكشن وتعملهم times هيطلع معاك الانسر. اي امتحان بقى بعد سؤال الكمبيوتر وسؤال اللي تشوز هتلاقي اسئله متقسمه كل سؤال ل A و B وساعات تلاقي السؤال متقسم A B C. لو السؤال متقسم ل A و B بس يبقى كل جزئيه عليها اربع درجات. هتخلي بالك بقى لان الغلطه مش بدرجه باربع درجات. لازم تبقى صاحي انت بتعمل ايه. نبدأ بايه؟ تحسب كل حاجة لوحدها الاول. negative 3 over 7 all power 0 1. الباور even يشيل النيجاتيف. 2 power 2 4 5 power 2 25. root هتحول ده لفراكشن هيبقى 6 times 4 plus 1 يبقى 25 over 4 تجيب السكوير رود يبقى 5 over 2. إيه؟ هتعملهم times هتطلع معاك الإجابة 2 over 5.
شايفين سؤال بسيط ازاي واجيب كل حاجه لوحدها، بعدين اعملهم تايمز هاخد درجتي كامله احطها على الكالكوليتر على طول واطلع النهائي، بتفرط في درجات على الفاضي. بيه find the numerical value للإكسبريشن ده، ادي 3 هبدل الـ 4 والبي نيجاتيف 2 بلس 8 مكان الـ A 4 divided 4 تايمز ومكان الـ B نيجاتيف 2 equals، تعمل التايمز هيبقى هنا نيجاتيف 24 بلس وهنا تايمز هيبقى 32 divided وهنا تايمز هيبقى نيجاتيف 8 equal. اوعى بقى تغلط وتعمل بلس الاول، لا الديفايدد الاول، درس الاوردر اوف اوبريشن. يبقى نيجاتيف 24 هتعمل ديفايدد 32 ديفايدد نيجاتيف 8 هيطلع نيجاتيف 4 يبقى بلس نيجاتيف 4، فهتبقى بوزيتيف تايمز نيجاتيف نيجاتيف على طول، يكتبها بلس نيجاتيف 4 كده. بقى نيجاتيف 24 ماينس 4 يبقى نيجاتيف 28، يطلع الانسر اللي هنا نيجاتيف 28. لازم اي امتحان تلاقي مساله على الايكويجن ومساله على الانيكواليتي ثابتين في اي امتحان. ايه هتنقل ال1 بالنيجاتيف يبقى 3x 25 minus 1 يعني 3x 24 divide 3 divide 3 فالx هتبقى equals 8 عايز solution set في q وال8 belongs to q يبقى solution set عبارة عن 8 between braces عشان دي equation مش inequality، مش هنا اللي بنقول x such that x belong to q في الانيكواليتي، مش هنا. شوف بي سمبليفاي هتنزل بال 8، ما تنساش ان في 1 هنا دي 8 باور 1 فبنزل بال 8 واعمل ادنج للباورز يبقى 1 بلس نيجاتيف 3 نيجاتيف 2 اوفر 8 باور نيجاتيف 4 ايكوالز كده بقت ديفايدد، تنزل بال 8 الباور يتعملوا ماينس يبقى نيجاتيف 2 ماينس نيجاتيف 4 هتتحول لبلس 4 يبقى نيجاتيف 2 بلس 4 ب 2 او تخلي الكالكوليتور يساعدك بس تكتب عليه صح، نيجاتيف 2 ماينس نيجاتيف 4 هيطلع لك 2 و 8 باور 2 هيبقى 64. عايزين البروبابيلتي بيقول لك بيفور ترافل 50,000 كيلومتر before 50 يعني less than 50 والنمبر اللي less than 50 كان كام 80 يبقى كده 80 over total والtotal اللي هو 800 تطلع الإجابة 1 over 10. هنا بيقول لك ال probability after traveled more than 100,000 كيلومتر more than 100 الناس هتشك في ده بس اقول لك ده مش more than 100 ده more than 100 till 150 هو هنا ما قالكش till لحد 150 لا هو قال لك more than 100 يبقى لازم ناخد دول كمان كل اللي more than 100 يبقى 280 وال 320 الصم بتاعهم هيبقى 600 يبقى 600 over 800 هتطلع الإجابة 3 over 4. قلت لكم ما فيش امتحان بيجي بدون مسألة على الإيكويجن والإنيكواليتي، هنا إنيكواليتي هتنقل الـ 5 بالنيجاتيف يبقى 2x less than 16 minus 5 يعني 2x less than 11 divide 2 divide 2 فتبقى الـ x less than 11 over 2 ممكن أسيبها fraction ممكن أكتبها 5.5. طب عايزين الـ solution set في Q
يبقى x such that x belongs to q x less than 5.5. لو خدتوا بالكم الامتحان كله ما اخدش في ايديا ربع ساعة، انت ممكن ياخد في ايديك نص ساعة. هو ليه بيسيب لك ساعتين بقى؟ عشان ما تستعجلش، لانك لو طلعت من الامتحان عندك غلطة او غلطتين بيعملوا ضررات كتيرة. انت بالنسبة لك دي غلطة واحدة او غلطتين، ممكن تلاقيهم عاملين خمس ست درجات، مفيش داعي. يبقى بلاش تستعجل، هو بيدي لك الساعتين عشان تحل بهدوء وتراجع كل سؤال بتحله، تراجعه وتتاكد انك قريت صح، مفيش حاجه انت ناسيها. ما تخافش من الوقت، انا بقول لك هات في ايدي انا ربع ساعه، انت هياخد معك نص ساعه، ساعه الا ربع. هتقعد تعمل ايه في الساعتين؟ راجع وبالراحه، ما تستعجلش. شوف موديل 2، نيجاتيف 2 اوفر 3 اول بار 0، الانسر بيطلع 1. سكوير روت 16 اوفر 49، ال 16 هتبقى 4 وال 49 7، يبقى 4 اوفر 7. The probability of impossible event، من شويه جالنا certain event، هنا impossible يبقى 0. Complete with the same pattern. لاحظ إيه اللي بيتم واعمل زي 1 2 3 5 8، يبقى واضح إن هو بيعمل plus 1 plus 2 3 2 plus 3 5 3 plus 5 8، يبقى 5 plus 8 13، ويبقى 8 plus 13 ب 21. الـ probability إن الـ student absent 0.15 والـ number of students 600. فأنا لو أخدت 0.15 times 600 هيطلع 90. الـ 90 دول إيه؟ الـ absent. طب هو عايز الـ number of present، يبقى 600 minus الـ 90 الـ absent تطلع الإجابة 510. دي طريقة. في طريقة تانية، الـ probability للـ absent 0.15، يبقى الـ probability للـ present 0.85. أعمل 1 minus 0.15 يطلع 0.85، وأخد ده times 600 على طول، هتطلع الإجابة 510. فبرضو رايت السؤال ده probability للـ absent، هو عايز الـ number of present. رايت السؤال، عشان كده بقول لك ما تستعجلش. two power three times two power three، بننزل بالبيس ونعمل adding للباور، يبقى two power six. which of the following is the greatest؟ تعال ناخدوا الاثنين اللي بادئين ب 2.3، مين greatest في دول؟ ده خلاص يبقى استبعد ده. طب الاثنين دول مين الجريتست فيهم؟ ده، يبقى استبعد ده. طب الاثنين اللي فضلوا دول بقى مين الجريتست فيهم؟ ده هنا 10 بار 5، هنا 10 بار 5، ده 3.2 ده 2.3، يبقى هو ده الجريتست. شفت وصلت للاجابه عن طريق ان انا بقعد اعمل كومبيرنج ما بين كل اثنين، او باي طريقه ثانيه تقدر توصل بيها. هنا x بار 2 all بار نيجاتيف 3 هتعمل تايمز، فيبقى x بار نيجاتيف 6، وفي هنا x بار 6، فبتنزل بالاكس تعمل ادنج للباور، يبقى x بار 0، وx بار 0 هيطلع لك ال 1. which of the following may be probability of an event، مين في دول يصلح يبقى probability؟ نيجاتيف لا، نعدي ال 1 لا، نعدي ال 100%، لا، يبقى الإجابة 87%. نيجاتيف x bigger than 4، فبنعمل divide negative 1 divide negative 1. طالما عملنا divide negative 1 بعمل change the sign، فتبقى ال x less than negative 4. أهي ال
الاريا اوف ريكتانجل واعطي لك اللينث والويدث بس عايزها بالميتر سكوير. خدعه خدعه كبيره جدا. الطالب يقوم واخد دول تايمز بعض تطلع الاجابه كده يختار ده وما يحسش. لا، اللينث كان عباره عن 120 هتحوله لميتر يبقى ديفايد 100 فيبقى 1.2 متر. طب والويدث 80 سنتيمتر ديفايد 100 يبقى 0.8 متر. وبعدين اخدهم واعملهم تايمز تطلع معايا الاجابه اللي هي مين بقى؟ رقم دي 0.96 متر سكويرد. لكن لو كانت هنا بالسنتيمتر وهنا بالسنتيمتر كانت تبقى الاجابه ديت. شوف سؤال من الاسئله التراكميه، السؤال سهل جدا بس انا اتوقع ما لا يقل عن 50% من اي دفعه هيختاروا ده. بسبب ايه؟ مش السؤال صعب او هم مش عارفين، بسبب استعجال وقله تركيز. تو رقم 3 ايه؟ تو انتجرز هو فرضهم واحد 2x والجريتر 5x، وقال لك الديفرنس بتوين ذيم. يعني ايه ديفرنس؟ يعني 5x ماينس 2x ده الديفرنس بينهم. بسيرتي بقت ايكويشن 5x ماينس 2x يبقى 3x. سيرتي ديفايد 3 هتبقى الx 10. طب عايزين السمولر نمبر، هو 2x والx طلعت ب 10 يبقى 2 تايمز 10 ب 20. طب والجريتر نمبر 5x يبقى 5 تايمز 10 ب 50. يبقى التو نمبرز ايه هما؟ 20 و 50. وبالفعل الديفرنس ما بينهم هيطلع 30 لو حابب تتاكد انك صح. عايزين السمبلست فورم، بننزل بال 5 بنعمل ادنج للباورز يبقى نيجاتيف 4 بلس 7 3 وهنا 5 بار 3. ممكن اقول 1 على طول او انزل بال 5 واعمل البارز ماينس يبقى 0 و5 بار 0 هيطلع ب 1. اتفقنا ان لازم الاقي سؤال على الايكويشن والاقي سؤال على الانيكواليتي وهما الاثنين جايين مع بعض اهو. نبدا في الايكويشن، هتنقل ال5 بالنيجاتيف يبقى 3x بلس 2 13 ماينس 5 يعني 3x بلس 2 8. وبعدين ال2 هتتنقل بالنيجاتيف، ما ينفعش اعمل دول بلس انلايك. يبقى 3x عباره عن 8 ماينس 2 يعني 3x 6 ديفايد 3 ديفايد 3 الاكس هتبقى 2. عايزين السوليوشن سيت في كيو وده بيلونجست تو كيو، يبقى السوليوشن سيت عباره عن 2 بتوين بريسز عشان ديت ايكويشن. طب الانيكواليتي بقى هنقل ال 15 بالنيجاتيف فيبقى 2x less than 19 minus 15 يعني 2x less than 4 ديفايد 2 ديفايد 2 يبقى ال x less than 2 يبقى السوليوشن سيت. دي بقى انيكواليتي، يبقى x such that x belongs to q x less than 2. لاحظ الفرق ما بين الايكويشن وما بين الانيكواليتي، وخصوصا لما بيكون في كيو في كتابه السوليوشن سيت. لاحظ الفرق اهو. وصلنا لبي، سؤال متكرر جالنا حاجه شبهه في الامتحان الاول. هتحسب ده لوحده الباور الايفن يشيل النيجاتيف يبقى 1 اوفر 9. هتحسب الرود هيبقى 8 over 9 ده باور 0 يطلع 1 equal السم هيبقى 9 over 9 ب 1 minus 1 يطلع النهائي 0. ما تحاولش تختصر في النوعية دي، ما تحاولش انك تختصر.
ضاي عايزين البروبابيلتي برايم وايفن، البرايم الايفن الوحيد هو 2، يبقى الاجابه 1 اوفر 6. طب هنا اود وليس ذان 4، اود وليس ذان 4 يبقى ال1 وال3 مفيش غيرهم، يبقى 2 اوفر 6 والسمبلست فورم هيطلع 1 اوفر 3. سؤال على النيوميريكال فاليو وبيحتوي على باور، الواي هكتب مكانها نيجاتيف 3 اوفر 4، اوفر هخليها ديفايدد، اكس باور 2 يبقى نيجاتيف هاف باور 2، كل ده باور نيجاتيف 2، ستيب 2، نيجاتيف 3 اوفر 4 ديفايدد، الباور الايفن هيشيل النيجاتيف، 1 باور 2 هيبقى 1، 2 باور 2 4، كل ده باور نيجاتيف 2 ايكوال النيجاتيف 3 اوفر 4. من الترم اللي فات كلكم عارفين ان الديفايدد بتبقى تايمز، واجيب المالتيبليكيتيف انفرس يبقى 4 اوفر 1 اللي هي 4 باور نيجاتيف 2 ايكوال، هتعملهم تايمز هيطلع نيجاتيف 3 باور نيجاتيف 2، طالما الباور نيجاتيف تجيب المالتيبليكيتيف انفرس يبقى نيجاتيف 1 اوفر 3 وتخلي الباور بوستيف، الباور الايفن هيشيل النيجاتيف 1 باور 2 ب 1 و 3 باور 2 9، يبقى الاجابه النهائيه 1 اوفر 9. كده احنا خلصنا الامتحانين بتوع الالجبرا وهنبتدي في الامتحانات بتاعه الجمعه. أول سؤال في الجيومتري، circumference of a circle، عشان نجيب circumference of circle 2 by r يبقى 2 times ال by قال لك استعملها ب 22 over 7 وال radius 7 هتعمل times هتطلع الإجابة 44 سنتيمتر، مجرد بس إنك تفتكر قانون circumference of circle. The image of the point negative 1, 3 by translation 4, negative 2. عايز الايمج يبقى هتعمل بلس عشان تجيب الايمج، يبقى negative 1 plus 4 هيبقى 3 وال 3 minus 2 هيبقى 1، يبقى الاجابه 3 و 1. Measure the exterior angle للإيكولاترال تراينجل، تعالى اقسم لك عشان تبقى فاهم، لو عندي equilateral triangle يبقى الـ interior angle بـ 60 لكن الـ exterior angle بقى تبقى 120، كل واحدة هنا interior 60، الـ exterior sum non-adjacent أو 180-60 فتطلع الـ exterior بـ 120. In parallelogram, if the adjacent sides are equal lengths، ما تجريش على السكوير، لا، رومبس، ده parallelogram مفهوش 90، ال adjacent sides بتوعه equal يبقى يروح لرومبس، parallelogram ما يروحش للسكوير بشرط واحد، عايز شرطين عشان يروح للسكوير، لو قال بقى ال adjacent sides دي حاجة وقال لك كمان إن في رايت أنجل ساعتها أبقى أروح للسكوير. Number of diagonals بالنسبة للبنتاجون، البنتاجون بيحتوي على كام diagonal؟ 5، الكوادر 2، الهكساجون عنده 6 sides لكن 9 diagonals، كل الحاجات دي موجودة عندك في المذكرة. Number of axes of symmetry of isosceles triangle، الايسوسرس تراينجل عنده 1 axes of symmetry. طب الايكولاترال تراينجل بيبقى عنده 3 axes of symmetry. طب السكالين تراينجل بيبقى عنده 0.
the image of the 0.21 by refraction in x axis. نعمل change ال y يبقى 2 و negative 1. سؤال على الاكستيريور، ال 120 دي تمثل لك اكستيريور بالنسبه للتراينجل ده. يبقى ال 120 equals ال x plus 40. يبقى عشان اجيب ال x هعمل 120 minus 40. فتطلع ال x 80. x y z triangle وميجر y 90. عايزين y z ارسم عشان ما تغلطش. هرسم رايت انجل تراينجل زي ما قال. رايت فور اكس واي زد رايت انجل تراينجل فور اكس واي 3 اكس زد 5. بيسألك على واي زد، ده بيساوي السيرو تبان كده معاك، يبقى سكوير رود وماينس لان ده مش الهايبوتنس. يبقى 5 بار 2 ماينس 3 بار 2 تحت الروت تطلع الاجابه 4. ارسم هتعرف تجاوب ومش هتغلط. 4 باراليلوجرام، هرسم باراليلوجرام. الباراليلوجرام ده اسمه A B C D. قال ان ميجر انجل A 100 وبيسأل على B plus D. طب ما احنا نجيب B 180 minus 180 ودي opposite ليها تبقى 80 زيها. عايز الصم بتاع B و D، هنا 80 وهنا 80، يبقى الصم ب 160. The sum of the measures of the interior angles of a triangle 180. سيرم الصم بتاع ال interior angles لأي triangle ثابت على 180. مسألة سهلة جدا لأنها تتحل في فكرة واحدة اللي هي فكرة ال exterior. الانجل اللي طالبها اي سي دي اكستيريور للتراينجل ده تبقى ايكوال الصم 50. بس ده مش كومبليت ولا تشوز، يبقى لازم ستيبس. ازاي؟ سينس انجل اي سي دي از اكستيريور تو تراينجل اي بي سي، يبقى زين ميجر الانجل ACD هتبقى equals 25 plus 25 تطلع الإجابة 50 degree. طالب يقول لي يا مستر طب أنا ما خدتش بالي من الإكستيريور فاستخدمت التراينجل وجبت ديت، وبعد ما جبتها عملت 180 ماينس اللي هنا جبت اللي بره. ماشي صح، بس استخدمت فكرتين كده، فكرة التراينجل وفكرة الأدجيسنت سبلمنتري انجلز. ده أسهل، الاكستيريور بتنجز معاك في الوقت. ما نهتمش برقم بي، انا ما شرحتش النوايا دي من المسائل، مش محتاجينها. وهنروح دلوقتي لفور. عايزين نثبت ان الشكل ده باراليلوجرام. هتستفيد من ال 70 ومن ال 40 انك تجيب الانجل ام سي بي. ال 70 تمثل اكستيريور للتراينجل ده تبقى ايكوال الصم، يبقى 70 ماينس 40 يطلع هنا 30. دي اول حاجه هنعملها. سينس ان الانجل اي ام بي از اكستيريور تو تراينجل ام سي دي، يبقى زين ميجر الانجل ام سي دي هتبقى 70 ماينس 40 30. برضه طالب هيقول يا مستر انا جبت دي بالادجيسنت 110 بعدين استعملت التراينجل جبت ال 30. ماشي صح مش غلط،
طب ممكن تبصوا لي على حرف الزد ده اللي انا بتحرك عليه ده، ده حرف زد والاورتونيت انجلز اللي جواه طلعوا ايكوال، هنا سيرتي وهنا سيرتي، خلاص يبقى ده بارابل ده. سنس ان ميجر انجل دي اي سي اصبحت ايكوالز لميجر انجل اي سي بي، لان كل واحده فيهم سيرتي واسمهم اورتونيت انجلز، زين يبقى كده اي دي بارابل لي بي سي. دي الفكره الثانيه. الفكره الثالثه والاخيره، سنس ان الاي دي طلع بارابل لي بي سي، وهو في الجيفن قايل ان اي بي بارابل لي دي سي، كل اثنين في وش بعض بارابل، يبقى زين الشكل اي بي سي دي از بارابيلوجرام. ومش اول مره تعدي عليه في المساله دي، عدت علينا قبل كده في درس البارابيلوجرام. هي هي، اعطي لك اثنين بارابل، انت بتثبت الاثنين التانيين عن طريق انك تجيب السيرتي وبعدين تلاحظ حرف الزد. ومن الترم اللي فات طالما في حرف زد والاكترونيت انجلز طلعوا ايكوال، يبقى في بارابل لاينز. بي يوز الترانسليشن اللي خلى اكس واي بقت اكس بلس 2 واي بلس 3، يبقى افهم من كده ان الترانسليشن هيبقى 2 3. اعمل بيه ايه بقى؟ فايند ذا بوينت هوز ايمج 2 3، يعني هو طالب البوينت. وعشان اجيب البوينت باخد الايمج 2 3 ماينس الترانسليشن اللي طلع 2 3، البوينت ايمج ماينس ترانسليشن، فيطلع 0 و 0. فايف ايه، ودي مساله على بايثاغورس، لازم تلاقي سؤال في الامتحان على بايثاغورس، عايز لينس بي سي. استعمل التراينجل ده، رايت انجل تراينجل وفي تو سايدز معروفين، اقدر اجيب السايد الثالث اللي هو بي دي وتحت الرود ماينس. وبعدين هتستعمل تراينجل ده، رايت انجل تراينجل وفي تو سايدز معروفين برضه، تقدر تجيب السايد الثالث وتحت الرود ماينس. بعد ما تجيب الاثنين دول هتعملهم بلس ان تراينجل اي دي بي، سنس ميجر انجل دي 90، زين اجيب دي بي يبقى سكوير روت 26 باور 2 ماينس 24 باور 2، اطلع 10 سنتيمتر. جبنا ده 10. نفس الكلام الناحيه الثانيه، ان تراينجل اي دي سي سنس ميجر انجل دي 90، زين هقدر اجيب سي دي سكوير روت 30 باور 2 ماينس 24 باور 2، هيطلع 18 سنتيمتر، طلع ده 18. طب احنا كنا عايزين مين؟ عايزين لينس البي سي، يبقى البي سي 18 بلس 10 هيطلع 28 سنتيمتر. عايزين الاريا اوف تراينجل كمان، هاف تايمز البيس اللي طلع 28 تايمز الهايت اللي هو 24، فتبقى الإجابة 336 سنتيمتر سكوير. أسئلة من المسائل المهمة على بايسابر السير. بي عايزين نثبت إن الشكل اي سي اي دي باراليلوجرام، ده الشكل ده كده، عايزين نثبت ان هو باراليلوجرام. اعطي لك اثنين بارالل في الجيفن،
طب انت فاضل لك الاثنين التانيين، هجيبهم منين بقى؟ هجيبهم من السكوير، لان هو قايل ان الشكل ده كده سكوير، استفيد منه بقى. مش ده سكوير؟ عنده بروبرتس كتيره، واحده منهم ان ده هيبقى بارلل لده، وبالتالي اي دي هيبقى بارلل لاي سي لان ده نفس اللاين. كل اتنين في وش بعض بارلل، يبقى الشكل بارللوجرام. يبقى انا هبدا السؤال بالسكوير، سنس ان اي بي سي دي is a square then كده يبقى AD parallel ل BC، فيبقى AD برضو parallel ل EC، وبعدين since AD parallel ل EC و AC parallel ل DE then يبقى الشكل ACED is parallelogram. أصبح ده parallelogram. كده خلصنا موديل 1 في الجمل. أول سؤال في موديل 2، ABC عبارة عن right angle triangle. نصيحتي ليك إنك ترسم منعا للخطأ right angle triangle حسب ما قال ده right في B، وقال إن الـ ABC والـ BC 8 6 8 و right في B، وبيسأل على AC ده الـ hypotenuse. يبقى بيسرر السيرة متحت الروت بلس 6 بار 2 بلس 8 بار 2 هيطلع ب 10. The measure of each angle of a regular hexagon. Each angle و regular hexagon. قانون كان بيقول ايه؟ n minus 2 times 180 over n، وده hexagon. يبقى 6 minus 2 times 180 over 6. فتطلع الإجابة 120. The two diagonals are equal in length, not perpendicular. Equal, not perpendicular. في الريكتانجل. طب لو قال perpendicular و not equal يبقى رمبس. طب لو قال equal و perpendicular ساعتها أروح للسكوير. استعجلش في النوعية دي من الأسئلة. In all the following shapes, measure angle x 60 degree, except x 60 في كلهم ما عدا واحد. ما عدا مين؟ لو هنا دي 120، دي 120 يبقى 60 و 60، لا طلعت 60 هنا. طب دي 40 تبقى دي 40 زيها. فهيتبقى 100. بس لا هم هنا ايه؟ الثلاثة قد بعض، فدي 40 دي 40 تبقى دي 40 برضه. تيجي تجيب اكس تطلع 60. يبقى مش دي. هنا ال 120 ايكوال الصم. وهم الاثنين قد بعض، يبقى دي 60 ودي 60. يبقى مش دي برضه. هو بيقول اكسبت. اكسبت مين؟ اكسبت دي. لأن دول 5 انجلز. فلما اعمل 360 ديفايدد 5 مش هيطلع 60، يبقى ايه اللي هتختاره؟ سي. افهم السؤال كويس. بيقول لك في كل الاشكال دي اكس هتطلع ب 60 اكسبت ما عدا مين؟ فايف. سؤال من الاسئله التراكميه، هيجي لك ثلاثه في الامتحان. الاريا بتاعت الشيدد بارت تمثل قد ايه من الاريا بتاعت الشيب كله؟ طب ما انا الشيب ده ممكن اقسم كل سكوير لتو تراينجلز. بقوا كام تراينجل كله؟ بقوا 8. كام واحد معمول له شيدد؟ 1 2 3. هنا 2 هنا 1 يبقى 3. يبقى كده 3 اوفر 8. قسمهم كلهم لتراينجلز. كام واحد معمول له شيدد؟ 1 2 3.
وهم كلهم 8 يبقى الإجابة 3 over 8. ده سؤال صعب غلس شوية. الأنجل إيه؟ بـ 100. يبقى الصم بتاع B و C 8. B في بايسبتور عنده و C في بايسبتور. يبقى لو أنا أخدت half B و half C، هي ال B وال C كلهم 8، يبقى half ال B و half ال C هما الاثنين مع بعض هيعملوا 40. كل واحدة كام؟ ما أعرفش، المهم هما الاثنين 40. طب عايز دي، يبقى 180 minus ال 40 تطلع الإجابة 140. تاني، لأن السؤال مش سهل، باستخدام الترينجل الكبير هتعمل 180 minus 100 يطلع 80. مين اللي 80؟ B و C 80. طب لما اخد half B اللي هي الانجل دي و half C، يبقى half B مع half C هيعملوا 40. طب عايزين دي، يبقى 180 minus 40 فتطلع الإجابة ب 140. ودي بتبقى حاجات طبعا نادرة التكرار في الامتحانات. برضو 2-1 سؤال مش سهل، عايز البريميتر بتاع الفيجر ده. طب ما الفيجر ده متكون من ايه؟ الفيجر ده متكون من سيمي سيركل، ومتكون من سيمي سيركل كمان، ومتكون من سيمي سيركل. يبقى المفروض تجيب كل سيمي سيركل، كل هاف سيركل فيهم من الثلاثة، بعدين تاخد الصم بتاعهم. تعال نجيب السيمي سيركل ديت. قانون بيقول باي ار سكوير، ده الاريا. طب السيركمفرنس 2 باي ار، ده سيركمفرنس السيركل كلها. طب دي مش سيركل كاملة، دي هاف سيركل، يبقى هاف ال 2 باي ار، وبالتالي هيبقى باي ار. طب الباي 22 اوفر 7، والريديوس بالنسبة للسيركل الكبيرة قال إن الديامتر كام؟ الديامتر 14، يعني الريديوس هيبقى 7. اعملهم تايمز هيطلع 22 سنتيمتر. يبقى مين اللي 22 ده؟ كده طلع 22. طب بالنسبة للسيركل الصغيرة دي بقى، اجيب السيركمفرنس بتاعها برضه. طب ودي سيمي سيركل، يبقى هاف 2 باي ار، يعني باي ار، باي ب 22 اوفر 7. طب والراديوس هو الديامتر 8، يبقى الراديوس 3.5، الديامتر 7، يبقى الراديوس 3.5. هتحسب ده هيطلع معاك 11، طلع ده 11. طب ما ده هيبقى زيه 11 هو كمان، وبالتالي البريمتر بتاع الشكل ده 11 + 11 + 22 هتطلع الإجابة 44 سنتيمتر. سؤال برضو ما هو السهل، من النادر قوي لما بنشوف حاجات زي دي في الامتحانات. تو، عايز الايمج للبوينت دي باي ترانسليشن ام ان. طب ما نجيب الترانسليشن ام ان، ان احنا نعمل ان ماينس ام، يبقى 5 ماينس 2 بـ 3، و1 ماينس نيجاتيف 1 بقى 2.
ناخده بقى البوينت بلس الترانسليشن يطلع الانسر النهائي اللي هو هيبقى 5 و5. فوليوم اوف كيوب 1.2 متر وعايزه بالسنتيمتر يلخبط. احول السايد الاول للسنتيمتر ان انا اعمل تايمز 100 يبقى كده 120 سنتيمتر. طب عايز الفوليوم هاخد ال 120 واعملها باور 3 باور 3 افتكر القانون بتاع الفوليوم اوف كيوب 120 والباور هيبقى 3 عشان هو سايد باور 3. شوف انا عشان كنت مخلي الكالكوليتور ساينتفك طلعت لي الاجابه بالساينتفك. لقيت الساينتفك من عليه وارجع اكتب بقى ال 120 باور 3. تطلع معايا الاجابه اللي هي 1728 و30. خد بالك برضه من حته متر وسنتيمتر يبقى كان لازم انا احول السايد لسنتيمتر الاول بعدين اعمله باور 3. The ray drawn parallel to one side of a triangle and passing through the midpoint of another side. The serum bisects the third side. Bisects the third side. Bisects the third side. Five. عايزين image a triangle XBY. لما نعمل translation XZ والdirection XZ ray كله هيتحرك كده. يبقى تاخد point point وتحركها في الdirection ده. X تروح لZ. B تروح لY. Y تروح لC. يبقى الإجابة تريانجل زد واي سي. مسألة مهمة جدا من أكثر المسائل اللي شفناها في الامتحانات اللي جاية ديت على بايثاغورس سيرم. استخدم بايثاغورس سيرم مرتين. لازم هتبدأ بالتريانجل اللي تحت. إن تريانجل إكس واي زد. ليه ببدأ بيه؟ في 90 وفي تو سايدز معروفين. Since the measure angle y 90. Then تقدر تجيب xz يبقى square root 7 bar 2 plus 24 bar 2 هيطلع 25 سنتيمتر. جبنا ده 25. اشتغل على الترانجل اللي فوق. In triangle xlz since في 90 وكمان. Since the measure angle L 90. Then هتقدر تجيب LZ يبقى square root واخد ال 25 bar 2 minus ال 15 bar 2 هيطلع 20 سنتيمتر. طلع ده 20. استخدمت بايثاغورس سيرم مرتين. ليه هنا بلس؟ لأن XZ هايبوتنس هنا. وليه هنا minus؟ لأن LZ مش الهايبوتنس. بيه استعمل الترانسليشن اللي خلى x وy بقت x بلس 2 y ماينس 1. يبقى نفهم من كده ان الترانسليشن هيبقى 2 ونيجاتيف 1. البوينت ايه 4 و 3 اعملها بلس الترانسليشن تطلع a داش يبقى 6 و 2. طب وبيه
plus a translation, 3b dash, negative 1 plus 2 يبقى 1 و 0. تاخد الـ AB تحطهم على الجراف وترسم الـ line segment، وتاخد A dash B dash تطلع line segment زيها بالظبط و parallel ليها. ونفس السؤال 4، بس هنا كان line segment لكن 4A triangle، وده اللي تقريبا كل سنة بنشوفه في الامتحانات. 4A سؤال مهم جدا، 4A ده هتعمل عملية تحضير، بعدين بتروح على الجراف. عندنا الـ A11 تجيب A dash ريفريكشن في X، تعمل تشينج للساين بتاعة الـ Y يبقى 1 ونيجاتيف 1، B dash 3 نيجاتيف 4، C dash 5 نيجاتيف 2. بتروح على صفحة الجراف horizontal line هيمثل لك الـ X axis، و vertical line بيمثل الـ Y axis، وبتكتب الـ numbers. سؤال مضمون بالنسبة لك، لأن أنت بعد ما بترسم بتتأكد إن أنت صح، إنك تلاقي التو تراينجلز طالعين زي بعض. أول حاجة A11 B34 C52 وارسم التراينجل ABC. الإيمج بقى A dash 1 negative 1، B dash 3 negative 4، C dash 5 و negative 2. لما هتتعمل على جراف هتلاقي التو ترينجل طالعين زي بعض بالظبط، مفيش أي اختلاف ما بينهم. رقم B عايزين ميجر انجل E. ابدأ بالتراينجل ده. Since ABC is a triangle يبقى then هجيب ميجر الانجل ACB. ACB هيبقى 180 minus السم بتاع 90 و30 هيطلع 60. جبنا 60 هنا، هتتنقل هنا بالفيرتيكال اوبزيت انجل، يبقى زين ميجر الانجل دي سي او هتبقى قد ميجر الانجل اي سي بي، كل واحده فيهم 60 في او اي فيرتيكال اوبزيت انجل. طب هنا 90 وهنا 120، فاضل لنا اي بقى عايزين نجيبها. سينس ان السم اوف انجلز اوف كوادر، الصم بتاع الانجلز للكوادر بيتجاب ازاي؟ 4 minus 2 times 180 هيبقى 360، فكده اقدر ان انا اوصل لميجر انجل دي 360 minus الصم بتاع 90 مع 60 مع 120 تطلع الاجابه 90 degree. وبرضه المساله دي اتكررت قبل كده، مش اول مره احلها. A. عايزين الأول find the measures of angles of triangle ABC. تقدر تجيب ABC حرف الزد ده لأن فيه parallel line. Since EO parallel للCB يبقى then measure angle E equals لmeasure angle A, B, C كل واحدة فيهم 50 ديجري، يبقى هنا 50، فأقدر أجيب إيه بالتراينج، ويبقى زين measure الانجل B, A, C
180 minus the sum بتاع 30 مع 50 هيطلع 100. وفضل لنا ABD. معاك ثلاث طرق، ممكن بالادجيسنت 180 minus 50، ممكن بحرف اليو بالانتيريور 180 minus 50، ممكن بالاكستيريور الصم بتاع ال 100 مع ال 30، اي طريقه فيهم. يبقى زن ميجر انجل اي بي دي 180 minus 50 130. يا تكتب انتيريور لو انت استخدمت اليو، يا تكتب ادجيسنت سبلمنتري انجلز لو انت استعملت الستريت لاين، حسب اللي انت استعملت. بي سؤال جديد، سؤال سهل وحلو، بيجمع معلومتين، معلومة انت واخدها الترم اللي فات ومعلومة اخدناها الترم ده. مسألة جديدة وحلوة، هتبدأ بالبارابل لاينز دول اللي مقسمين AB لإيكوال بارتس، يبقى يقسموا DC لإيكوال بارتس. سيرم كنت واخدها الترم اللي فات، لو في مجموعة من البارابل لاينز قسموا لاين لإيكوال بارتس، يقسموا اللاين الثاني لإيكوال بارتس، وبتتكتب كده سنس شرطين، سنس إن AD بارابل لXY بارابل لBC وعندنا AX equals XB، يبقى زن DY equals YC. دي حاجة من الترم اللي فات. طب تعالى بقى في الترينجل ده، in triangle CDE CDE since معاك حاجتين كده، معاك Y بقت midpoint since إن Y is the midpoint of DC Y midpoint in DC، وفي parallel line أهم، وZY parallel لDE، وZY parallel لDE، ودول parallel لبعض. زين خدنا سيرم، طالما في triangle واحدة midpoint في parallel line فالتانية تبقى midpoint، يبقى Z is the midpoint of EC، وكده يبقى اللي هو عايزه CZ equals ZDE. كان بيسألك is، ده احنا اثبتناها كمان، مش هقول يس ونو خلاص، لا هعمل بروف. يبقى استخدمت فكره من الترم اللي فات اللي هو parallel lines، قسموا ده لايكوال بارتس فيقسموا الثاني لايكوال بارتس، واستخدمت السيرم اخدناها الترم ده، لما يبقى عندي تراينجل وواحده ميد بوينت مع بارالل لاين الثانيه هتبقى ميد بوينت. كده خلصنا امتحانات الجمله. هي ديت سي زد هيبقى ايكوالز لزد دي.